نظمت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ورشة تثقيفية هي الثانية من نوعها للمواطنين المستفيدين من الوحدات الإسكانية بمشاريع مدينة سلمان وضاحية الرملي وسلمباد واللوزي، تتعلق بالاشتراطات التعميرية الخاصة بحدود البناء وأبرز المخالفات التي قد تضر بالواجهات المعمارية للمشاريع السكنية. وتأتي هذه الورشة مقدمة لورشات تثقيفية قادمة لجميع المنتفعين من المشاريع الإسكانية، حرصا من وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للتأكيد على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمشاريع الإسكانية ومدن البحرين الجديدة، والأخذ بعين الاعتبار سلامة المستفيدين من خدمة الوحدات السكنية. وعمدت الورشة التثقيفية التي تندرج ضمن توصيات اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية إلى تقديم عروض إرشادية تعريفية تناولت كيفية الحصول على إجازات البناء ونماذج التوسعة وطلبات الصيانة، إلى جانب ذكر الأسباب المؤدية إلى فرض الغرامات على طبيعة المخالفات المتعلقة بالاشتراطات التنظيمية للبناء، فضلا عن تبيان المعايير المعنية بإعطاء الحق للمنتفعين في التوسع بالمساحات البنائية لوحداتهم السكنية، بما يضمن سلامة وجودة البيوت بطريقة آمنة وبمقدار يصل إلى 30% من مساحة الوحدة السكنية. شرحنا اليوم للمواطنين الحاصلين على الخدمات الإسكانية في المحافظة الشمالية عن تسليم عقود الانتفاع وإجراءات الاستلام، وضمناها إجراءات فتح الحساب عند بنك الإسكان، كما تم إضافة إجراء جديد موجب قرار 909 سنة 2015 هو التأمين الإلزامي على الوحدات السكنية ضد الحريق وتسربات الغاز والمياه ضمانا للمنتفع للحصول على التأمين اللازم في حال حدوث لا سمح الله هاي الحريق أو التسرب. نشرح إجراءات اللي شلون المستفيدين من الوحدات الإسكانية المنتفعين، إجراءات مراجعة البلدية، إجراءات تقديم الطلب، إجراءات تجنب المخالفة، إجراءات تجنب أي غرامات أخرى. شرحنا إليهم الأثر الاجتماعي للمخالفة، الأثر الإنشائي على المخالفة. شرحنا إليهم كذلك كيفية الدخول إلى مواقع البلدية المختلفة طبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكل بلدية، إجراءات أنك تقدم الطلب تحصل على التراخيص.